السلام عليكم حبيباتي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. طبعا اعذروني على هاي المدة الطويلة، بس والله ظرف كلش صعب. واعرف هذا خبر مفرح الكل اللي ما يريدني، بس ان شاء الله راجعة غصبا ما عليهم. حبيباتي، اليوم جبت لكم قماش قديفة. هاي القديفة ناشفة، يسموها قديفة ناشفة، يعني مو هاي الناعمة، لا اقصد يعني مو هاي للزحلق. قماشتها كلش حلوه. اكو متصر بالقديفه بالعرض وبالطول. اوكي، هاي القطعه البنيه صاحبتها قياس اكس لارج، زين، بس هي جايبتها 3 امتار. زين حبيباتي، شوفوا عندكم الحاشيه اللي هي هاي تكون عدله باعوها، هاي من جوا حتى تنتبهون عليها. هاي الصفحه المقصوصه، هذا العرض طول العفو، وهذا هيك العرض. زين، يعني مو ثق ماشي الكشمير يتفصل، لا يفرق. ننتبه هنا على مطة القماش وين تكون. شوفوا عندك هنا شلون قوية، هنا عندك بيها مطة بس خفيفة. زين، انا ايش راح اسوي؟ راح اتبع الطريقة اللي نزلتها قبل فترة مال النساء الطويلات. يعني شلون بالطول نطبقها، نطبق القماش بالطول. البنية جابت لي 3 امتار، زين، على ما يطلع بي قصر 2.5 متر. من تطبقينه طبقتين بالطول، يعني 4 طبقات تسوينها بالطول، ما يطلع لك الطول على الطول كامل، الطول على الطول كامل. استغفر الله. اقصد يعني يطلع قصير. زين، فتكثرين من القطعة تسوينها 3 امتار راح يطلع عندك طويل، تمام. او اذا هاي تقدرين تتابعين الطريقة اللي سويتها مات النساء الطوال، تطلع طبعا بيها اذا المرة مو طويلة قصيرة عادي. هسه شوفوا بنات، راح اجي اطبقه بهالصورة. هاي شوفي، هيك راح اجي اطبقه باعه. هاي الحاشية، شوفوا هاي، هاي على هاي الحاشية هيك راح اطبقها. طبعا هنا انقصها من عندها، هيك راح اطبقها، واطبقها 4 طبقات. شوفوا هيك بنات، وراح ارجع اطبقها هيك طبقه رابعه. زين حبيباتي، شوفوا راح اشرح لكم اول بدايه عليها حتى تفهمون انا ايش راح اشتغل. شوفوا بنات، هسه اول بدايه باع شلون طبقتها، باع شلون طبقتها بهالصوره، هاي هيك طويله على الطول. زين، شوفوا بنات، القديفه دائما شو تحب؟ تحب المطه مالتها تكون بالعرض. يعني شلون؟ يعني الدشداشة لما تخيطيها تصير المطة مالت القماش تصير على صفحة الصدر، وهاي يعني بالعرض مو بالطول. من تصير بالطول راح اظل الذب، يعني لما تقومين لما تقعدين ومو حلو، وما تطلع مرتبة بالخياط. هاي اذا اتبعنا نفس الطريقة اللي نفصل بها الكشمير راح يصير عندك المطة مالتها بالطول، بس احنا نريد المطة مالتها بالعرض. زين، عندك بهاي الطريقة بال2.5 تقدرين اصلا تسوينها، بس اذا شوية كانت مرة تارسة لا، لازم تنطين بها 3 امتار. زين، وتقدرين تستخدمين ايضا 3 امتار للضعيفة. شلون؟ بال1.5 متر. اذا شفتوا الفيديو لما سويته تطوالة للنساء، يعني بدون ما تخلين تطوالة، الطريقة الثانية يعني للنساء الاطوال نزلته انا باليوتيوب بالصيف على كشمير، هذا كشمير 3D، نزلته تسوين دشداشة طويلة بس يصير بالظهر خياط، صح لو لا؟ يصير بالظهر خياط. هاي بال1.5 متر، بس اذا المرة ما كانت رايدة بالظهر خياط تجيب 3. حتى هاشوفوا على هاي الطبقة، احنا كل مرة مو نطلع منها البدن ونرجع منها كنطلع البدن الثاني، صح لو لا؟ يصير عندك بوحدة من عندهم راح يصير خياط، تبدين تخلينه لي قدام او تخلينه بالظهر. بس بال3 امتار لا، هاي راح تطبقينه هيك 4 طبقات، راح يصير عندك 2 مسدودات. زين، هسه المرة طبعا جايبت لي 3 امتار، قالت لي ما اريد بالظهر خياط، لان هي اصلا هم خياطة. طبعا صراحة خياطها حلو، عجبني حيل. والله خياطها كلش حلو مرتب. حتى عذرني، يعني تدرون هاي مش وقت الخياط، والله منهد محرم.
يعني جابت لي القطع خطيه ومن هذا محرم بحيث حتى دزيت عليها قلت لها تعالي اخذ القطع ما اقدر اخيطهن، قالت لي لا باقيهن من الصيرين انت تخيطين اياهن. حبيباتي خرجت هواي عن نطاق الخياط. هسه شوفوا طبقت هاي طبقتين بالطول زين، هسه هاي تقريبا عرضها 4 اشبار او اقل شويه، راح اجي اطبقها طبقه لاخ بهالصوره هاي وراح اشوف الطول يطلع عندي تمام لو لا. اذا طلع عندي الطول تمام انا اتوكل اخلص خياط خلص الفصائل، بس اذا طلع عندي تقليل يعني من الطول لا ما اقدر ابلش. شوفوا بالمناسبه بنات خلي اشوفكم، يطلع عندكم هيجي زيادات عادي، تطلع عندكم صفحه عدله، تطلع عندكم صفحه بها زيادات عادي زين. اذا تلفلفت عندك هنا القطعه تلفلفت يعني معناته عدلي من هاي الصفحه المزاوله تمام. هسه خلي اطبقها واشوف. شوفوا بنات حبيباتي طبعا طلع بها زياده، شوفوا وعلى زيادة طلعت عندي جوا، والزيادة ايضا نلعفتها فوق تقريبا قد 3 اصابع يعني هسه عندي تمام. هاي ليش طلعت عندي هيجي؟ لان 3 امتار، اذا 2.5 ما تطلع عندك هيجي زين. هسه على هالنمط هذا راح ابدي افصل. او بنات حبيباتي طبعا البنية جايبت لي باترون، هي رادت على هذا التصميم لان هي من مفصله يعني عاجبها هذا القالب وهاي القصه. شوفوا باعن تبوا لي بنات، شوفوا هذا من نوع من صار المسدودات طبعا راح يطلع للظهر والامام مسدود تمام. من هذيش القطعه اللي بقت عندي راح اطلع لي الردن. شوفوا طبعا القطعه كلش عريضه، تقدرين منك تطلعين الردن، وهذا تقدرين ايضا تطلعين بيه كلاو او تسوين ياخه او تسوين بزمه، تبقى هاي بعد بكيفك. هذا قياس الباترون 25 سنتيمتر محيط الصدر يعني، فراح انطي هذا قياسها يعني تمام العفو قياسها تمام. انا اريد انطي بعد بعرض زين، هي رادت يعني رادت بعرض، قالت لي بقي لي بعرض. شوفوا هيج راح انطى عرض كد 3 اصابع. شوفوا هاي القصة عندي خلصت هنا، النزلة نزلت بيها تقريبا 17 سنتيم تمام، وعكست تردين على شكل حرف اللام، تردين على شكل حرف الراء، تبقى انت عادي بكيفك يعني ماكو اي اشكال زين. من بعد ما فصلت هسه شوفوا بنات هنا طبعا عندهم قوالب وما يعرفون شلون يفصلون بها، ندلني هاي الحفرة على الحفرة مالت الصدر زين حتى تجي عندك قصة عدل، لان انت شلون راح تنطين عرض وهو منه انا اصلا صغير زين. هيج نخلصه لحد النهاية مثل ما قاعد تشوفون، هيك لحد النهاية اخلصه. شوفوا بنات هسه راح ارجع اشيل العفو، صارت عندي هسه القصة تمام زين. راح اقول هذا كبير بي طبعا 3 اصابع والزيادة يعني، والمطة صارت بالعرض. باعي المطة مالتها شكد حلوة كلش حلوة صارت المطة مالتها. وهسه راح اجي افتح هذا باعه، طلع عندش مقفول، الجوة هو اصلا مفتوح يعني خليت الفتحة لي فوق اللي جوة لان حتى المذاير يطلع، تردين تخلين الفتحة مالتها عادي لي فوق بس عندش المذاير اللي راح يطلع راح يضوجش. طبعا طفت الكهرباء خل تجي وارجع لكم. حبيباتي شوفوا هسه طبعا فتحته فتحت الخياط، الخياط شنو تحت الطبقة. هسه راح اجي رأسة بعد اخلص الظهر والقدام. شوفوا بنات راح انطي الحفرة 4 اصابع يعني 7 سنتيم زين، 7 سنتيم متى رايدتها يعني ما رايدتها تصير عريضة او خاف بطانة تاخذ عندك اخذيها 6 سنتيم، هي طبعا بالبطانة راح تاخذ لان القديمة خاف تاخذ بالعروض فتعرض عندك الحفرة، فاخذيها على 6 سنتيم تمام. هذا الظهر نرجع نعدل الحفرة مالتي مال الظهر بهالصورة. اللي ما صدر على حفرة الظهر وتقول ما قاعد تثبت عندي تجيها منا
نقصها من هالصفحة هاي يعني مو من هذي. زين بالنسبة لحفرة الأمام، حفرة الأمام راح أنزل بها على شكل 7. زين وهي بنفس الوقت راح أسويها سحاب، لأن هي رادت أبو السحابات منا من الصفحتين يعني سحابات، وبالطول هم سحابة رادتها من طول الحفرة. تمام، فراح أجي أخذ القياس طبعا على طول الحفرة، راح أخذه راح أخذ طول الحفرة 15. تمام، لأن ما أريد هالسر ده. هاي واحدة راح أخذها 15 على شكل حفرة 7 وأنزل بها حفر يعني للسحاب بهالصورة هاي. هالصورة هاي شوفوا، بس احنا شو نقيس؟ نقيس هذا وهالصورة هاي. احنا منا طبعا راح تلحقها سحاب فراح تاخذ عندك. زين وعرض منا لهم منا راح يشيل راح يصير عندك. تمام، نشوف وش قد طول السحاب. هسه هذا تقريبا كل زين، يعني هذا حد الحفرة. شوفي هذا حد الحفرة، هسا هذا حد الحفرة 17، راح يروح من عنده سنتيم همينة بالخياط، راح يصفى عندك 16. تمام، يعني كل الزين ويا الحفرة، العفو ويا البطانة. زين هسا هذا عندك، شوف القصة صارت شلون، خلي شوي اوضح لكم اياها. باع القصة صارت بهالصورة هاي هيج. زين راح احضر الها بطانة على مود اعدلها. من بعد ما شوفوا بنات دائما الظهر انا شو اسوي، هاي شوية انا اخذها، هذا ركن شوية اخذه لان بالخياط راح اصير مثل مبزنقة. زين عنديش بالنسبة للكتف انزل بيه كت سنتيم ونص بهالصورة هاي. طبعا ورا ما اربط الكتف يلا اجي اقص الباقي. زين هاي دائما انا هيك اسويها، لان مرات اقصه وش يطلع مثل عنديش نقص اصبع او شيء، فصير هيك ململمه من ناحيه الكتف ما ادري شلونها. ودائما تشوفون المطه مالتهم راح تصير بالعرض، تزغرون شويه الكتف اذا المطه بالعرض. ليش؟ لان راح تهدي. تمام، لان القديفه ثقيله مو مثل الكشمير. هسه راح اجي احضر بطانه الهذني الظهر والامام. زين بس خليه او داي نفصل الردان على مود اللي يطلع عندنا هو نخليه للبطانه. شوفوا بنات هسه راح نجي للردن. طبعا هذا كل الفوق راح اعوفه. زين راح اجي لهناي. شوفوا بنات الردن راح ناخذ المعصم من هاي اللي زادت عندي هنا. شوفوا خلي اقول لكم على شيء الحلو بهاي القذيفه شنو، واي قذيفه هي لما تاخذين هاي القصه. زين وهذا التصميم هذا تقدرين تسوينه حتى بالاثنين ونص، بس يطلع عندك الظهر او الامام يعني يطلع قطعه من القطع، البدن مفتوحه من الوسط عادي، توخرين الحاشيه مالتها ترجعين تخيطين. زين لان الحاشيه عندك راح تكرمش القماش. الحلو بالردان تصير المطه مالته بالعرض يعني يخبل، لما تلبسيه ايش قد ما يكون ضاب هو يرفع عندك ياخذ ينطي كلش حلو. طبعا انا سويت من عند تراك اللي بس صار كلش حلو. لما اشوفكم التصميم مالته واجيب له قطعه ان شاء الله واشوفكم اياه. طبعا انا ما كنت متخيلته اسوي تراك، كنت رايدته على شكل دشداشه عادي، بس اجى ببالي اسوي تراك طبعا طلع كلش حلو. خلي ناخذ هسه طول الردن. طول الردن راح اخذها 60 سنتيم. تمام، هاي ويا الخياط ترديها مثل شوية اذا مرة عندك طويلة او شيء، فاكيد يعني راح يكون القياس او الحجم يفرق شوية، راح انطبيها قد سنتيم. شوفوا بنات هاي قصة الردن هالصورة، طبعا كبيرة هسه هي كلش كبيرة، ارجع اقلل من عندها هالصورة هاي. خلي يطلع عندك زيادة بعدين قصي، وراح يظل عندك فد عبء او شيء. هاي عندك اثنيناتهن طلعت
تحتاجين الخياط تمام، تخيطيهن ورا ما تخيطيهن وتكملين تكفينه حتى لو طبقة واحدة، مثل ما عندك بالقماش بعد حتى لو طبقة واحدة كلش كافي. باعوا المطش قد حلو يطلع، بس دائما افضل بردل زين. شو يصير الكفة قد اصبعتين او ثلاث اصابع لان يصير ارتب كلش حلوة تطلع زين. هسه عندنا هاي الردل خلصت زين، وهذا اللي بقى عندي راح اقدر استخدمه مثلا ثوب للطفلة، اقدر استخدمه مثلا بجامة اسوي لها او اسوي كلاون او اسوي ياخه، فتبقى هذا حسب اللي انت رايته تمام. خلص نسوي البطانة. شوفوا بنات مثل ما قاعد تشوفون، خلي شوية اوضح لكم اياها. هالصورة هاي راح اجي اقص البطانة على نفس النمط. اهم شيء تكون نفس الطول. هسه عندي هنا خلصت عندي البطانة، اقدر اقوم بعد اخيط. بس شنو اريد عرض البطانة يكون قد ثلاث اصابع مو كبيرة. طبعا هاي الباقي هاي لا تكفوها، لا تبدين ثبتيها بلاصق قبل وجهين اول بداية، يعني ورا ما تخلصين البطانة مالت الامور زين، او خيطيها بعدين. هاي وحده، وانطشها من فد ملاحظه. طبعا بنات هاي الملاحظات كلها سجلوها لان راح تفيدكم. لا تخيطين القذيفه بخيط ناعم، يعني مو تنقصين درجه الماكينه، لا تنقصين درجه الماكينه، خليها عريضه مو عريضه حيف نوب، يعني قد 3-4 الميزانيه مالتها على مود تمشي سريع بالقذيفه، وبنفس الوقت ما يتعقش لان الخياط الناعم راح يخليها هيك تتلملم، هيك تجر القماش تتلملم لان القماش تخين عليها تمام. عود ورا ما تخلصين وتكملين ارجع عليها بخياط ناعم. والخياط مالتها همينه حلو بهاي الطريقه، راح يكون ما مكسر، يعني مو مطاط بالطول، فما راح تتفتق عندك. اللي تتفتق عندك دائما اذا مفصل القطعه او فصل المطه بالعرض بالطول العفو. شوفوا بنات هسه بعد عندنا بقت مرحله اخيره، طبعا طول الفيديو عليكم بس الشرح لان مفصل لهذا الفيديو طويل، راح انزل هذا جزء اول واسوي لكم الجزء الثاني تمام. بنات احنا نخلي حسابات اصبع راح يروح هناي واصبع راح يروح هناي، طبعا هذا راح يبقى عندك كتف راح يكون كبير، فاحنا نخلي اصبعتين نقول بهالصوره هاي، خلي هذا الحد. شو تريد من عندي البنيه؟ تريد من عندي سحابات ايضا هنا اخليهن الها بالصدر تمام، سحابات بالصدر طبعا جوا هاي. هاي راح تكون هنا عندك سحاب وهنا هم عندك سحاب، طبعا هو الموديل مو جديد بس حلو مرتب كلش حلو. شوفي طابقت هنا على نفس المستوى، بس اسوي مكان هالصورة هاي. شوفي سويت فتحة فتحة هذا الفتحة راح اسوي لها ايضا بطانة، راح اجي اخيطها من هنا وارجع اقلبها لي جوا، اخيطها على الوجه وبعدين ارجع اقلبها اللي جوا تمام. ما اريد نكبر، هاي اخذتها تقريبا 7 سنتيم زين. هاي ايش راح تكون عندي؟ فت قطعتين، فت قطعتين هيك مربعات للخياط هالصورة هاي. شوفوا هسه هاي كلش كافة عليها. شوفوا نسوي لنا فتحة حتى ذا يعني ما تردينها من هنا، شوفوا نفتحها هاي احسب 4 اصابع يعني 7 سنتيم
ارجع افتحها من جديد واوصل بيناتهم. شوفي هسه فيش بهالصورة هاي صارت عندك ابطاني. شوفي اخيطها من فوق اول بداية وارجع اللوب اقلبها. طبعا انطيت مساحة تقريبا قد اصبع ونص منها واصبع ونص منها زين على مود تكون نفس المستوى. على اثر هذه راح اقص الثاني. تردين عادي بموس تسويه عادي بكيفك بعد، المهم تمشين على هالطريقة هاي. تردين انت عندك طريقة ثانية هم عادي ما بيها اشكال، يعني ترى مو لا انا خايطة يعني لا تمشون نفسي، لا مستحيل. انت الطريقة اللي تعجبك وانت بخلال خبرتك راح تتعلمين اشكال والوان. هسه نحضر هاي البطانة. خلصت عندي الامام والظهر ايضا. بطانة عادية دائرية ما عندش بيها اي اشكال. وردن خلاص عندي وانتظروني بالجزء الثاني ان شاء الله ما انقطع عنكم. واشكر كل البنات اللي سألن علي واشكر دعواتكم الي بنات، انا اشكركم كلش اشكركم والله العظيم. ممنونة لكم هواي ودعمتوا القناة حتى بغيابي، ومشتركات جديدات ومشتركين جديدين موجودين اهلا وسهلا بيكم، وان شاء الله اكون اعتحسن ضيكم.